نبات حبة البركة طبعا، ده نبات حبة البركة غني عن التعريف. الزهور بتاعته شكلها جميل جدا، وأحيانا بيبقى لونها أزرق أكتر من كده طبعا، والمناعة والبرد وكل الحاجات اللي هي إيه ليها علاقة بالمناعة. أدي الثمرة بتاعته طبعا، هي لسه مستوتش، لو أنا فتحت الإيه الثمرة هلاقي البذور لسه مسودتش، كان بيبقى لونها لسه فاتح خالص زي ما احنا شايفين. طبعا الحاجة النبات الطبي بيبقى شكله في الأرض طبعا جميل جدا، تمام كده. النباتات الطبية ليها شكل رائع، فاهمني، احنا يمكن ما ايه ممكن ما نلمسوش خاصة لو انت مش متخصص. الثمرة هي لو انا جبت واحدة وفتحتها الاقي البذرة، هو شبه بذر حبة البركة اللي هو العادي اللي احنا بنشوفه، بس طبعا لسه ايه لسه ما خدش اللون بتاعه اللي هو المفروض يبقى على شكله.